قال أبو العتاهية: طلبتك يا دنيا فأعذرت في الطلب، فما نلت إلا الهم والغم والنصب، فلما بدا لي أنني لست واصلا إلى لذة إلا بأضعافها تعب، تخليت مما فيك جهدي وطاقتي كما يتخلى القوم من عرة الجرب، وأسرعت في ديني ولم أقض بغيتي، هربت بديني منك إن نفع الهرب، فما تم لي يوم من إلى الليل منظر أسر به لم يعترض دونه شغب، وإني لممن خيب الله سعيه إذا كنت أرعى لقحة مرة الحلب، وإني لممن خيب الله سعيه إذا كنت أرعى لقحة مرة الحلب، أرى لك ألا تستطيب لخلة كأنك فيها قد أمنت من العطب، ألم ترها دار افتراق وفجعة إذا ذهب الإنسان فيها فقد ذهب، أقلب طرفي مرة بعد مرة لأعلم ما في النفس والقلب ينقلب، وسربلت أخلاقي قنوعا وعفة فعندي بأخلاقي كنوز من الذهب، فلم أر خلقا كالقنوع لأهله وأن يجمل الإنسان ما عاش في الطلب، ولم أر فضلا تم إلا بشيمة، ولم أر عقلا صح إلا على أدب، ولم أر في الأعداء حين خبرتهم عدوا لعقل المرء أعدى من الغضب، ولم أر بين اليسر والعسر خلطة، ولم أر بين الحي والميت من سبب، ولم أر بين اليسر والعسر خلطة، ولم أر بين الحي والميت من سبب.